يعني الله دي طبعا عليك، الله عليك. لكل ام طبعا بتتفرج علينا النهارده، طبعا اغنيه كانت يا عظيمه رب يحمي كل ام، يا رب. ويا ريت كل الناس اللي امهاتها عايشه ياخدوا بالهم ان هم معاهم كنز طبعا كبير 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 طبعا، والله العظيم كنز دعوتها بتوصل على طول طبعا. احكي لنا بقى خالد قصه الاغنيه دي. قصه الغنوه دي كلمني الله يرحمه مجدي نجار اللي هو كتب الغنوه، واللي لحن برضو الله يرحمه رياض الهمشري. فكلمني نبيل عبد النعيم، قال لي بقول لك ايه، هو عارف علاقتي بوالدتي الله يرحمها يعني، فقال لي بقول لك ايه، انا عامل برنامج اسمه الست دي امي. والله العظيم يا امير، قبل ما يقول لي انا عايزك تغني التتر بتاعها، قلت له انا هعمل الغنوه على طول. فشجعني اكتر لما قال لي ان اللي كاتب مجدي نجار واللي ملحن رياض الهمشري، فانا في الامان كده، لان الناس دي هم كانوا ظهري يعني في الوقت ده. رحت على الاستوديو بشورت، كنت رايح اسكندريه، فرايح بشورت عشان اسمع اعمل جايد يعني على الغنوه. فدخلت الاستوديو، سمعت اللحن، حبيته جدا، فلقيت نبيل بيقول لي طب اعمل جايد يعني حاجه كده اللي هو ايه، نشوف يعني الشكل كده عليها يعني. فالمهم دخلت وعملت الجايد في 5 دقايق كده، وطلعت وسافرت على اسكندريه، رجعت مصر لقيت البرنامج بيتذاع في التي في وبالجايد، نزل بالجايد، نزلوها زمان بنفس اللي انا قلته. فطبعا زعلت جدا وكلمت نبيل، قال لي بص انا عارف انك كان ممكن تغنيها احسن من كده بكتير، لكن ما كنتش هتعرف تطلع الاحساس طبعا صح اللي طبعا طلع في الجايد ده. فانا حبيت الاحساس، وطلع كلامه صح برضه، مش عارف ليه كله الواحد بنفسه يعمل حاجات كل حاجه مش حابينها وتيجي بالعكس الدنيا. وهي اللي تعمل الاحساس الحقيقه، وكانت من اعظم الاغاني اللي انا غنيتها في حياتي طبعا الحقيقه يعني.